3 مارس 2017، رانا في المكان اللي هو العرقوباش بل سيدي مسيد. هذه هي المجموعة اللي شاركت اليوم في عملية التنظيف والسقي وإعادة تشجير بعض الأماكن، وصارت كذلك إطلاق سراح 19 عصفور، يعني من بينهم سيدي زيسباس لوكال اللي عايشين لهنا كيما الفردي اللي هو الفردران، نينو، روج غورج. هذه هي الأجواء اللي راهي في العرقوبة، كل هذا من أجل مدينة نظيفة، بيئة سليمة ومواطن متحضر خاصة هذه. كونستانتين مافيل، باج فيسبوك.